السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا غادي نتكلم لكم على المنتوجات اللي سبق لكم طلبتوها على القناه بزاف د المرات. طلبتوا هاد المنتوجات هذه، حاولت انني نتقداهم ونهضر عليهم باش تعرفوا جميع المعلومات اللي خاصه على هاد المنتوجات هذه، الاستعمالات ديالها، الثمن ديالها في الصيدليه والثمن ديالها في شبه الصيدليه، الفرق ما بين الفيتامين او المخفف والفيتامين او غير المخفف، وبعض الزيوت، زيت الحشيش مثلا، زيت جوز الهند، زيت الخروع، وزيت اللوز الحلو، الفرق ما بين زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر، والفرق ما بين زيت الارغان المحمص والغير المحمص، والاستعمالات ديال كل حاجه من هاد الاحواج هذه والاثمنه ديالها. وغادي نتكلم ايضا على عطور رائعه اللي خديتها من عند واحد اليوتيوبرز اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل القناه ديالها اسفل الفيديو، لانها يوتيوبرز وعندها بوتيك تبيع فيهم لي بارفان. هما دي بارفان لي اوريجينال، عوض ما تاخدي مثلا بارفان كبير بثمن مثلا ديال 500 درهم او 600 درهم، لان هذوك الاوريجينال تيكونوا غاليين، كتاخدي هذا اقتصادي، يعني كتبيع هادو اقتصاديين وكتبيع حتى دوك الكبار، كتاخدي هادو اقتصاديين يعني بثمن منخفض وكتجربيه، يعني الا عجبك كتزعمي تاخدي هذاك الكبير، ما عجبكش ما كيكونش الضرر كثير لانه تيكون الثمن منخفض. وايضا غادي نتكلم على لي لانجيت اللي خاصين بالاطفال الصغار وبالنساء ايضا، والثمن ديالهم منخفض جدا في نفس الوقت الطبي. اول حاجه غادي نبدا بها دابا هي هذا السيروم ديال بروفيتال. كلشي هاد المنتوجات اللي خديتهم كاملين ديال بروفيتال. علاش؟ لان هاد الماركه هادي ماركه طبيعيه بحالها بحال ناتيور سوان وبحالها بحال غاسين فيتا، ولكن هاد المنتوجات هادي خاص بروفيتال كثر، داكشي علاش حاولت انني نشريهم في بروفيتال، وفي نفس الوقت دي برودوي كوزميتيك اللي هما طبيين وطبيعيين كيتباعوا بشي بالصيدليات وبالصيدليات. غير هو الا بغيتوا تتقداو اي حاجه ديال التجميل اولا ديال لي فيتامين والمكملات الغذائيه فخذوها من شبه الصيدليات عوض الصيدليه، لان شبه الصيدليات كيكون الثمن اغلى من الصيدليه. اول حاجه غادي نتكلم عليها هي هذا السيروم، هذا سيروم ديال بروفيتا، وبهذا الشكل هذا غادي تلقاوه في اي بارافارماسي مشيتو ليها وحتى بالصيدليات، ولكن كنصحكم تاخذوا من لي بارافارماسي لان الاثمنه منخفضه. بالنسبه للناس اللي كيقولوا ان لي بارافارماسي كيكونوا فيها الحوايج مزورين، لا، لي بارافارماسي داكشي نفس هذا السيروم اللي في البارافارماسي هو اللي غادي تلقايه في لا فارماسي، غير هو الثمن تيكون منخفض في البارافارماسي لان البارافارماسي معفيه من هاد الضرائب، لانه هذا هو التخصص ديالها، يعني من حقها انها تبيع منتوجات التجميل والمكملات الغذائيه دوك بحال دوك سلوات الحلبه ولي فيتامين، ولكن الفارماسيان هادشي ديال التجميل وهادشي ماشي التخصص ديالو، هو التخصص ديالو الدواء، داكشي علاش كيغليو على الفارماسيان باش انه يخلي دوك الناس اللي كيبيعوا في البارا يبيعوا المنتوجات ديالهم على خاطرهم، باش تلقايه هنا غالي وهنا رخيص. اما بالنسبه للناس اللي كيبيعوا داكشي مزور ففعلا كاينين شي بعض الناس اللي ما كيتقيوش الله وكيبيعوا حاجه مزوره، وهذا بحال داكشي ديال مول ماكياج، ولكن كتكون باينه ما كتكونش بحال ديال لو فارماسي، يعني كيكون التقليد اولا الفرق واضح جدا وباين. وكاينين كيبيعوا مثلا داكشي ديال الجميل بحال واحد كيبيع سانيكس. سانيكس هي ماشي برودوي ديال سانيكس ديال العرق، هو ماشي برودوي ديال صيدليه، ولكن ديال بارافارماسي، ولكن لقيتو في بعض فواحد لابارافارماسي كيبيعوه، ولكن تيصالحك بها، تيقول لك ان هذا راه ماشي ديال بارا ولكن حيت زوين وهذا وما فيهش الالومنيوم انا حطيتو كنبيعو، داكشي علاش. المهم هذا على اي، هذا ماشي موضوعنا. هذا السيروم ديال بروفيتال هو سيروم اللي دايرين فيه لا فيتامين سي ودايرين فيه الكولاجين، وهو كيحفز ماده الكولاجين في الجلد. الجميل فيه انه كيحفز هذه الماده هذه في الجلد. اول غرض لاش معمول هذا السيروم هذا هو للوقايه من التجاعيد. ملي نقول لكم الوقايه من التجاعيد او حتى علاج التجاعيد، فخاصكم تعرفوا ان التجاعيد الا مشات تبانت العلاج ديالها صعيب بزاف بالكريمات وبسميتو كيكون العلاج صعيب. هاد الكريمات ولي سيروم والزيوت واي حاجه اللي كدار البشره باش تحيد التجاعيد فهي غير كتوقينا من ظهور التجاعيد في سن مبكره. اما الا مشاو التجاعيد تبانوا، يعني خليتيهم تبانوا ما كنتيش كدير هاد الكريمات الوقايه حتى بانوا فيك التجاعيد، فالحل الوحيد اللي كيبقى عليك
هو الفيلر، وشرحت الفيلر في واحد لا فيديو، شرحت الفرق ما بين البوتوكس وما بين الفيلر، ووريتكم كيفاش الفيلر ممكن يزين الوجه يردو زوين وحيد منه تجاعيد وينفخ الوجه وكينفخو به حتى الشنايف حتى الشفاه. المهم على اين هذوك اللي كينفخو الشفاه وكينفخو هذاك الشيء راه زادوا فيه. انا كنهضر على شي واحد اللي كيعاني من التجاعيد وباغي يعالج راسو بالتجاعيد، فماشي مشكل انه الى دار فيلر كيدير ليه شويه، هما عباره على دهون اللي كيتحق يتم الحقنهم في الوجه. وراه هضرت على هذا الموضوع هذا في واحد لا فيديو، ولكن اضطريت لانني نمسح هذيك لا فيديو لانني حطيت صور ديال بعض الفنانات اللي استعملوا الفيلر واستعملوه بعلم الجميع وتصوروا يعني ولاو راسهم انهم في هذا في عند طبيبه الجلد وكيديروا الفيلر، يعني ماشي شي حاجه اللي خباوها. وبعض الناس يعني الا ما قلتش تقريبا واحد 25% ديال الناس كيكتبوا لي، هاد البنات كيكتبوا لي تعليق علاش مشيتي جبتي تصاور ديال الفنانات، علاش هضري على الفنانات هادي. خلاو كاع دوك المعلومات اللي كنهضر عليها في الفيديو وركزوا لي على التصويره ديال دنيا باطمه والتصويره. المهم على اين هذا ماشي موضوعنا. المهم تجاعيد كما قلت لكم الا مشاو تيبانوا راه العلاج ديالهم صعب جدا. هذوك الكريمات اللي كنقول لكم انهم كيوقيو من التجاعيد فهما كيوقيو من التجاعيد باش انهم يبان ما يبانوش فيك في السن المبكره، يعني بلاصه ما يبانو فيك التجاعيد من 40 سنه اولا. الا كنتي كديري دوك الكريمات وكتعتني بالبشره ديالك بهذوك لي كريم اونتي ريد ما كيبانوش فيك التجاعيد في 40 سنه ولا حتى لواحد لاج كبير عاد كيبداو يبانو فيك التجاعيد. اما الا مشاو تيبانو فالحل الوحيد هو تمشي عند طبيب الجلد وديري الفيلر، هو اللي غادي يحيد لك التجاعيد. ايضا هذا السيروم هذا اللي زوين فيه هو انه معمول لتفتيح البشره لانه فيه لا فيتامين سي، وبالنسبه للكولاجين كولاجين كيساعد في ازاله التجاعيد وتجديد البشره، وكيرطب البشره، وكيعالج ايضا المشكل ديال الورديه والاحمرار في الوجه. الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا فهاد السيروم هذا راه زوين لهذا المشكل، وكيساعد في ترطيب البشره وعلاج تشققات وعلاج تجاعيد والتصبغات اللي تتكون في الوجه والبشره. لكن بالنسبه للتصبغات وتفتيح البشره فكيبغي انك يعني ماشي الا استعملتيه ليله وحده الصباح غادي تلقاي بشرتك صافي بيضاء وتفتحات وحيدوا ليطاش، كيبغي تستعمليه يعني تبعيه واحد على الاقل شهر شهرين حتى 3 شهور باش انه يعطيك واحد النتيجه اللي هي كامله ومكموله. وهذا النوع ديال سيروم لا فيتامين سي ديال بروفيتال فهو خالي من البارابين وخالي من المواد الضاره، وباش تاكدوا فلي زانغريديون ديالهم مكتوبين هنايا في الجلد، كاتبين لي زانغريديون. اول مكون كاتبينه ديما كما كنقول لكم اول مكون كيجي اول ماده كتجي في اول قائمه المكونات، فهذا يعني ان النسبه ديالها كثيره. اول مكون هو لا فيتامين سي اللي هي لاسيد اسكوربيك، حمض الاسكوربيك هو نفسه لا فيتامين سي، يعني النسبه ديالو كثيره في هذا المنتوج هذا، ولكن دايرينه بالنسبه اللي كتوافق البشره، يعني حتى البشره حساسه ممكن تستعملوا لانهم دايرينه بالنسبه اللي تقدر توافق الوجه. لانه الا كثروا مثلا لا فيتامين سي بزاف داروها مثلا بنسبه ديال 100% او لا يعني تكون فيه غير لا فيتامين سي بوحدها 100% كلها ما مخلطه مع حتى شي حاجه اخرى، فالناس اللي عندهم بشره حساسه يقدروا يستعملوا ويدير لهم تهيج، لان كاينين بعض الناس اللي تكون بشرتهم حساسه كيدير ابسط حاجه كدير ليه مشكل. داكشي علاش كيخففوه بالكولاجين، جا الكولاجين في رقم 2 يعني النسبه ديالو مهمه، وخففوه ايضا بلا فيتامين او، وخففوه ايضا بالبروبيلين جلايكول. بالنسبه لهذه الماده هذه بروبيلين جلايكول فهي ماده كتستخدم في بعض الادويه والعقاقير، وكيستعملوها في مستحضرات التجميل كبديل للجليسيرين. وظيفة ديالها انها ترطب البشره وتعطينا واحد النضاره للبشره، وهي راه ماده غير ضاره وما عندكمناش تخافوا منها ابدا. الثمن ديال هذا السيروم هذا ما عقلتش واش ذكرت الثمن في الاول اولا لا، الثمن ديالو هو 85 درهم في الباغا فارماسي، هذا ثمن الباغا فارماسي. اما لا فارماسي فغادي تلقاوه باكثر من هذا الثمن هذا، هو الثمن ديالو شي شويه مرتفع ولكن بالمقارنه مع غاسين فيتا والاخرين فالثمن ديالو منخفض. وكما كنقول لكم ديما نقولها من دابا باش ما نعاودهاش في كل منتوج بوحدو، ديما غادي تردوا البال لهاد العلامه هذه، كنتمنى تكون واضحه الكاميرا كثرت الاضاءه، هي 12 ام واحد الحك محلول مكتوبه فيه 12 ام، ما عرفتش واش غيكون واضح هنا، ها هو هنايا ما باينش، واحد الحك محلول مكتوبه فيه 12 ام راه ديما كنوريه لكم. هذا معنيته بانك بمجرد ما تفتحي هاد لا فيتامين
هاد السيروم هذا وتستعمليه فمده الصلاحيه ديالو بعد الفتح كتنحصر في 12 شهر، ولو انه كتبين هنا 2020 يعني باقي هنا من هنا عامين عادي يسالي عاد تنتهي مده الصلاحيه ديالو، ولكن راه كاينه مده الصلاحيه بعد الفتح، يعني مني كتفتحي البرودوي ديالك شحال ممكن المده اللي تقدري تستعمليه فيها، يعني الا داز 12 شهر اللي كتبين لك هنا ومشيتي تستعملي هذا السيروم فيقدر يدير لك تهيج او لا يقدر ما يعطي حتى شي تاثير على البشره ديالك، يعني بحال كتكبي غير الماء على الرمله. داكشي علاش خصكم تردوا البال هذا التاريخ هذا وتردوا البال المنتوجات، ما تبقاوش تاخذوا منتوجات اللي حلهم شي واحد في البارافارماسي اولا كاين شي وحدين كتمشي للبارافارماسي وكتبدا كتجرب كتحل هذا الكريم وتجرب وتحل هذه وتجربها، هي راه داكشي راه تحلو وتحطو تما وتخليه حتى كيفوت ليه التاريخ ديال الفتح. المهم هذه هي المعلومات اللي عندي على هذا السيروم هذا. طريقه الاستعمال ديال هذا المنتوج هذا بروفيتال من الاحسن تستعملوه من بعد الديرمارولر، راه سبق لي هضرت في واحد لا فيديو على جهاز الديرمارولر وقلت لكم شنو ممكن يدير وقلت لكم شنو الوظيفه ديالو، والمهم شرحت كاع كل شيء. هذا من بعد ما كديري الديرمارولر البشره ديالك من الاحسن تستعملي لها شي حاجه اللي فيها تستعملي البشره ديالك شي حاجه اولا شي كريم اولا سيروم اللي تكون فيه لا فيتامين سي، لانه كيساعد في خصوصا هذا النوع هذا فيه لا فيتامين سي وفيه لا فيتامين اف وفيه الكولاجين، فهو زوين بزاف من بعد ما تستعمليه من بعد ما ديري الديرمارولر كيساعد في ان البشره تجدد الخلايا تجدد تحفيز ماده الكولاجين، المهم عنده فوائد عديده كما قلت لكم. هو راه كيبغي تتبعيه من شهر حتى لثلاث شهور على حساب الا مثلا كان عندك ليطاش بزاف في الوجه فتبعيه ثلاث شهور على الاقل باش تعطي النتيجه اللي هي زوينه، واصلا انا اي حاجه من الافضل يتبعها الواحد يعني ثلاث شهور باش تعطي النتيجه الكامله والمكموله على البشره ديالو. ممنوع تخرجي به هذا السيروم الفيتامين سي، ممنوع تخرجي به للشمس نهائيا لانه ليس واقي شمسي، هو ماشي سيروم اللي كيوقينا من الشمس وما فيه حتى شي ماده اللي كتوقينا من الشمس، دونك الا خرجتي به للشمس يقدر يكون شي تاثير اللي هو سلبي ماشي تهيج او لا يكحل لك البشره او لا شي حاجه. الافضل انك تستعمليه ليلا او لا في الدار الا كانت مثلا داركم مسدوده وهذا ما تيدخلش ليها الضو بزاف فممكن تستعمله، ولا شي بيت ما كيدخلش ليه الضو بزاف فممكن تستعمليه بالنهار، ولكن يكون الضو ما دخلش والشمس ما داخلاش. ومزيان بزاف انك تستعمليه بعد الاستحمام، لان ملي كتكوني يلا تحممتي ولا يلا هدوشتي كتكون البشره والمسام مفتوحه وهذا يعني اي حاجه كديريها على البشره ديالك كتستافد منها البشره ديك الساعه، دونك زوين بزاف انك ديريه من بعد الدوش. وهذا النوع ديال بروفيتال ممكن تستعملوه حتى الناس اللي عندهم بشره حساسه لانهم دايرين فيه نسبه ديال لا فيتامين سي اللي كتوافق حتى البشره الحساسه، وزوين بزاف بالخصوص للنساء ما بعد سن 30 ممكن يستعملوه حتى البنات في 20 عام 15 عام الفوق ممكن تستعملوه، ولكن بزاف هو زوين بزاف للنساء اللي فوق سن 30يات، لان هاد النساء هادو اش كيوقع ليهم ملي كتبدا ديك 30 35 حتى 40 45 كتبدا ماده الكولاجين كتنقص في الجلد ديال السيده اولا الانسان، وهاد المادة هادي مهمة بزاف بالنسبة للبشرة، إلا بدات كتنقص كيبداو كيبانو عندنا التجاعيد. داكشي علاش من المرأة في هاد السن هذا ديال 30 سنة تستعمل سيروم اللي فيه الكولاجين أولا شي كريمات اللي كيحفزوا مادة الكولاجين في الجلد أولا يكون فيهم الكولاجين باش تعوض هاديك الكولاجين اللي كتنقص ليها، هادشي طبيعيا من عند الله كتبدا كتنقص هاد المادة هادي. غادي نهضروا على لا فيتامين او، وغادي نهضر بشكل مفصل لانه كيجيوني فاش كنت تكلمت في واحد لا فيديو على هاد لا فيتامين او هادي اللي هنا، حيت كاين فرق ما بين هادي اللي هنا وما بين هادي اللي هنا، وغادي نوريكم دابا الفرق. تكلمت في واحد لا فيديو على هادي وجاو شي وحدين كيكتبوا ليا لا حكا راه لا فيتامين او كتحرق الوجه كتحرق هادي كتحرق الجلده، غادي نقول لكم شنو هي لا فيتامين او اللي كتحرق الوجه وعلاش كتحرق الوجه. الا كتلاحظوا هنايا معايا هانتوما اللي كتشوفوا هذه اللي هنا مكتوبه فيها فيتامين او بيور، وهذه اللي هنا مكتوبه فيها فيتامين او عاديه. الفرق ما بين هاد الجوج هادو فيتامين او اللي مكتوبه فيها بيور وفيتامين او العاديه، الفرق ما بين هاد الجوج هذا هو ان هذه مخلطه مخففه وهذه غير مخففه يعني مجهده، بحال قلتي خديتي الروح ديال لا فيتامين او هنايا في هذه لي بيور وهذه مخففه شويه، هذا هو الفرق اللي كاين. وهذا الشيء علاش هذه دايره 31 درهم، هذه اللي كنت هضرت عليها في واحد لا فيديو خديتها دايره 31 درهم الثمن ديالها في البارا فارماسي، وهذه الثمن ديالها في البارا فارماسي دايره 70 درهم، ولكن الا خديتي هذه راه ممكن تستعملي غير ثلاثه القطرات فيها مع شي زيت بحال درتي هذه،
اولا الا درتي هي 3 قطرات من هذه مع شي كريم كافيه، يعني غادي تبقاي تستعملي غير هذاك الكريم، ما يمكنش لك تستعملي هذه ديريكت على الوجه. هذه لا، هذه ممكن تستعمليها ديريكت على الوجه، ولكن ما غاديش تدي لك مده طويله حيت صغيره، يعني خصك تعاودي تشري مره اخرى واحده اخرى. الثمن ديال هذه كما قلت لكم 31، وهذه 70 درهم، وهذه اقتصاديه. انا كتجيني هذه اللي ب 70 درهم اقتصاديه على هذه، لان هذه غادي نبدا نستعملها مع الكريمات ديال الوجه اللي كندير، نقدر نديرها مع وصفات طبيعيه، نقدر نديرها مع وصفات ديال الشعر المهمي. الا ما عجزتش راه غادي ندير لكم فيديو اللي غادي نوريكم كيفاش تقدروا تستعملوا لا فيتامين او اللي تتكون بيور بحال هذه، وكيفاش تستعملوا لا فيتامين او اللي كتكون عاديه. هذه خلاص لي عاديه، راه تنديرها انا كاع على وجهي ديريكت، وكنقدر نخرج بها كاع للشمس والو، ما تنخاف والو، ونقدر نديرها على شعري ونخرج به الشمس، راه زوينه بزاف. وما غاديش تنبت لك هذه، ما غاتنبت لك لا شعر في الوجه لا والو، هذه راه كنديرها لوجهي، هذه اللي مخففه. اما هذه اللي مجهده اللي قويه، فهذه الا ممكن تسبب لك في انبات الشعر في الوجه، ولكن الا كانت غير مخففه، يعني الا مشيتي درتيها ديريكت على الوجه ما خففتيهاش بزيت، اولا يعني تديري شي شويه في شي زيت اللي كتستعملي للوجه ديالك 3 القطرات، ولا تبداي تستعملي داك الزيت صافي ما تخافي والو. وبالنسبه للشعر نفس الشيء، كديرها في الزيوت اللي كتستعملي للشعر نفس الشيء. هي الفوائد ديالها راه رقم واحد في علاج جفاف البشره، كتعالج جفاف البشره، رقم واحد في انبات الشعر والرموش. البنات اللي عندهم تساقط رموش اولا كيبداو يطيح لهم رموشهم بزاف، ما تستعملوش الماسكارا، ما تبقاوش تستعملوها، اولا الا كنتم مضطرين تستعملوا ماسكارا فحاولوا تستعملوا الماسكارا اللي تتكون شويه فيها مواد اللي طبيعيه غالبه كتر، وما يكونوش فيها مواد اللي ضارين بزاف. تيكون الثمن ديالهم شويه غالي، ولكن على الاقل تيكونوا شي حاجه اللي طبيعيه، ويعني شي حاجه اللي شويه مزيانه. هاد الاثمنه اللي عطيتكم راه الاثمنه ديال لا مارك بروفيتال، يعني بروفيتال غادي تلقاو هذا ب 31 درهم وهذا ب 70 درهم. اما ماركه اخرى فالاثمنه تقدروا تلقاوها بقل اولا بكثر، ولكن غالبا غتلقاوها بكثر، لان سولت على الاثمنه ديال غاسين فيتا فيتامين ديال غاسين فيتا وهذا كثر. يلا هذا اللي بحال بحال، اما هذا كثر من هذا الثمن ديال بروفيتال. هاد الاثمنه اللي عطيتكم دابا 31 درهم و70 درهم راه الاثمنه ديال لي باغا فارماسي. اما الا مشيتي لا فارماسي فالثمن ديال لا فارماسي مكتوب هنايا باش خاصها تبيع، يعني ما عندهاش الحق اصلا تنقص الثمن، لان هذا هو الثمن باش خاصها تبيع هي. دونك عذروهم 45 درهم و50 فرانك لهذا اللي داير 31 درهم في الباغا فارماسي، غادي تاخديه في لا فارماسي ب 46 درهم و50 فرانك. اما هذا اللي داير 70 درهم في الباغا فارماسي فغادي تاخديه في لا فارماسي ب 105 درهم. هذا هو الفرق في الثمن اللي كاين بيناتهم. ودابا غادي نتكلموا على الزيوت. اختاريت هنا اغلبيه الزيوت اللي ما هضرتش عليها، حيت هضرت في القناه على في بزاف ديال الفيديوهات، تقريبا 4 الفيديوهات في القناه هضرت فيهم على الزيوت ديال ماركه اما ناتور سوان او لا بروفيتال او لا غاسين فيتا، المهم بزاف ديال المارك. انا هنا اختاريت هاد الانواع الزيوت ديال بروفيتال لان الثمن هابط شويه عندهم بالمقارنه مع لي مارك الاخرين. وايضا اختاريت الزيوت اللي كنتو كطلبوهم. زيت الحشيش طلبتها مني تقريبا شي 2 المرات، زيت جوز الهند هذيك ديما كتطلب وهضرت عليها، واقيلا ما عقلتش، والله ما عقلتش هضرت عليها ولا لا، يمكن هضرت عليها ما عقلتش. المهم زيت الخروع اخر فيديو درت فيه تحذير على زيت الخروع، الناس اللي كيستعملوها كيدخلوها لعينهم ان عندها مشاكل اللي غادي نذكرها من بعد، وطلبوا مني بشي بعض البنات انني نتكلم عليها. زيت اللوز الحلو ايضا كيجوني عليها بزاف ديال الطلبات، وبغيت نشرح واحد الامر، الفرق ما بين زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المول، واش ممكن المراه الحامله تستعملها ولا لا، الاطفال الرضع اللي بحريره تزادوا واش ممكن يستعملوها، وكيفاش ممكن يستعملوها واش ما عندها شي ضرر. وايضا زيت الارغان غير المحمص، هذا السؤال جاني في واحد التعليق واحد المره، ما الفرق ما بين زيت الارغان المحمص والغير المحمص؟ غادي نشرح جميع هاد المعلومات هذه في هاد الفيديو هذا. واول زيت غادي نبدا به هو زيت الحشيش اللي هو ويل دو شانفر. هاد زيت الحشيش هذا غادي نتكلم على الثمن بعدا، هو الاول باش اللي زربان ما بغى يسمع المعلومات بغى يشوف الثمن نسربيوه ما جرجروش. زيت الحشيش ويل دو شانفر هذا الثمن ديالو، كنتمنى يكون واضح على الكاميرا، هاد ديال هاد النبته هذه اللي هي الحشيش، الثمن ديالو في الباغا فارماسي هي 37 درهم ونص، وفي لا فارماسي 56 درهم ونص.
اما زيت جوز الهند اللي هي ويلدو كوكو، هذا الزيت هذا على سلامتي وليت كنقول جوز الهند، اما في الاول كنقول زوج الهند. الثمن ديالو في البارا فارماسي هو 26 درهم ونص، والثمن ديالو في الصيدليه اي في لا فارماسي هو 39 درهم و45 فرانك. وبغيت نشير لواحد المساله في هذا الزيت جوز الهند، مشيت عند واحد البائع هكا اللي كيبيع ماكياج، كناخد عنده حتى انا مره شي دي تخيك هكا، لقيت عنده واحد الحك كبير ديال زيت جوز الهند او سايل، تديري ليه هكا تلقيه سايل. مني تلقاو زيت جوز الهند وخصوصا دابا حنا باقي عندنا البرد في هذه المنطقه هذه، مازال ما كاينش الصاد بزاف، مني تلقاي زيت جوز الهند في وقت البرد وسايل هذاك، ما زيت جوز الهند ما لهم حزان ولا شي حاجه اخرى. هذه زيت الجوز الهند راه تيكون قاصح، الا لاحظتوا معايا في هذه القرعه هذه راه ما كيهبطش، قاصح قاصح قاصح، الا ما ذوبتيش يعني الا ما كانش شي صهد نيت 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 راه ما تيذوبش، الا ما ذوبتيش في المدافي ما غاديش يخرج لك، خصو يكون قاصح، الا ما كانش قاصح فعرفوه انه مزور ومقلد. ايضا هذا الزيت هذا اللي هو زيت الخروع ويلدو غيسا، الثمن ديالو رخيص، جاني انا رخيص 18 درهم في البارا فارماسي، وفي لا فارماسي 27 درهم. ايضا كاين هذا الزيت هذا زيت اللوز الحلو ويلدو داموند دوس، هذا الزيت هذا الثمن ديالو في البارا فارماسي 20 درهم وفي لا فارماسي 30 درهم. وهذا زيت الارغان الغير المحمص، وغادي نهضر على الفرق ما بين زيت الارغان المحمص والغير المحمص من بعد، الثمن ديالو في البارا فارماسي هو 43 درهم وفي البارا وفي لا فارماسي 65 درهم و25 فرانك، يعني تيكون الثمن ديالو غالي واخا حنا عندنا سبحان الله الارغان في بلادنا وموجود وهذا الشيء غالي، ما عرفتش علاش زيت الارغان غالي وزيت الخضر خاص بالمقارنه مع زيت الارغان، مع العلم ان زيت الارغان حنا موجود عندنا وزيت العود موجوده وغاليه، داكشي اللي موجود هو اللي غالي. المهم دابا غادي نتكلم على كل زيت بوحدو علاش كيليق وشنو هذا الزيت هذا، جاوني عليه تساؤلات كما قلت لكم وبزاف غادي يبغيو يعرفوا، حتى اللي ما عندهمش غادي يبغيو يعرفوا شنو هاد الزيت علاش كيستعمل، واش خطير اولا ماشي خطير. المهم كاع المعلومات غادي نعطيها لكم كامله في هذا الفيديو واخا غادي يجي طويل. هاد زيت الحشيش اولا زيت الماريجوانا كيتسمى حتى بهذا السميه هذا، تقدروا تلقاوه مكتوب هكا زيت الماريجوانا اولا ويل دو شونفر، راه نفس الحاجه هي زيت الحشيش. هاد الزيت هذا كيستخدموه بزاف في المساج لانه زيت اللي كيحيد القلق، كيحيد الاضطراب، الناس اللي كيكون عندهم القلق وكيكونوا مهم النفسيه ديالهم زيرو محبطه، هذا كيستعملوه في المساج، كيقدروا يمصيو به الراس اي منطقه من الجسم لانه كيساعد في ازاله هذه الامور هذه القلق والاضطراب. وهذه النبته هذه ديال الحشيش اصلا معروفه انها كتساعد في اطلاق هرمون السعاده، ولكن الا كثرتي منها بزاف راه ما غاديش تبقاي في اطلاق هرمون السعاده، راه غادي تولي في شي حاجه اخرى، ما غاديش تبقاي في اطلاق هرمون السعاده، لان راه الحشيش النيت ديال الحشيش داك الحشيش اللي تيدوخ هو هذا اللي هنا، وكتعطي واحد الشعور بالالتياح، هذا هو الدور ديالها. ايضا كيستعملوها في البشره لانها كتساعد الجلد في ازاله الخلايا الميته، وكتوقي من ظهور التجاعيد في سن مبكره، كتوقي من ظهور التجاعيد في سن مبكره ماشي كتحيدهم. ايضا كيساعد في ازاله داك الصداع والشقيقه والضران الراس اللي تيكون عند النساء احيانا، فهو كيساعد في هاد الامور هذه، داكشي علاش كينصحوا باش انهم يدلكوا بهذا الزيت هذا الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال ضران الراس والشقيقه، الا ما كانش السبب ديالو شي حاجه عضويه من الداخل او شي حاجه جايه من الداخل، يعني كتمشي عند الطبيب كتدوزي هو الاول كتشوفي واش ماشي شي حاجه شي مشكل داخلي او لا شي حاجه اللي تقدر تكون خطيره ولا، عاد ديك الساعه ممكن تستعملي زيت الحشيش. ايضا كيساعد في انبات الشعر بشكل واحد الشكل دغيا ينبت لك هذا الشعر، زيت الحشيش تنبت الشعر بواحد الطريقه عجيبه، كينبت الشعر ممكن هذا تيحتاج شفار كينبتهولك، ولكن ما ديريش الشفار ديريه فقط للشعر، الشفار ممكن تستعملي لهم لا فيتامين او اللي دير تكون مخففه كافيه اولا، لان هذه شويه مجهده غادي دير لك احمرار في العين، ديري هذه اللي مخففه، الا كان الشعر ممكن ديري هذه اللي قويه ماشي مشكل. لكن بالرغم من الفوائد ديال هاد زيت الحشيش هذا، بالرغم من هاد الفوائد الكثيره ديالو،
فخاص تكون تردو معاه البال وتستخدموه بطريقه اللي هي صحيحه، لان الاستخدام ديالو الخاطئ يقدر يؤدي لشي حوايج اللي خايبين، لانه واحد الزيت اللي مستخرج من نبته فعاله جدا في التاثير على القدرات ديالنا العقليه والنفسيه ديال اي انسان استعملها، الا كان استعملها بواحد النسبه اللي هي كبيره. اما الا استعملها شويه منها وبطريقه اللي هي يعني ما تستعملهاش كل نهار، يا ما تبغيش تستعملها كل نهار لانها شويه مجهده، الانسان اللي استعملها بواحد النسبه كبيره يعني كثر منها فممكن دير ليه شي مشاكل عقليه او لا نفسيه، لان راه كدوخ وكتخصك تحطي ديما فيها غير كميه قليله هي اللي تستعملي. ودابا غادي نتكلموا على زيت الارغان الغير المحمص. الفرق غادي نهضر لكم هو الاول على الفرق ما بين زيت الارغان المحمص والغير المحمص. زيت الارغان المحمص اللي تتكون كتبه فيه هنايا طوغيفي، هذا زيت الارغان المحمص كيكون اللون ديالها غامق وهي كتصلح الماكله ممكن ناكلوها، ولكن ما يمكنش نديرو بها التجميل لان ممكن دير لينا شي تهيج على البشره ديالنا، ممكن دير لنا شي احمرار او شي حاجه لان تكون شويه مجهده على البشره هذيك اللي محمصه. اما بالنسبه للزيت الارغان الغير المحمص فهو كيطحنوه مباشره من بعد ما كيحيدوا دوك الحبوب ديال الارغان، كيطحنوه مباشره ما كيحمصوش ما كيديروا ليه حتى شي حاجه، كيطحنوه مباشره. هذا اللي كيتطحن مباشره كيتسمى زيت الارغان غير المحمص، وهو اللي كيستعملوه الناس في التجميل وبدون ما يخافوا من انهم يضرهم في البشره ديالهم او يدير لهم شي تاثيرات اللي هي خايبه. وزيت الارغان راه ما نحتاج انني نذكر الفوائد ديال زيت الارغان، المغاربه عارفين زيت الارغان وعارفين النساء اللي كيستعملوا زيت الارغان في السوس البشره ديالهم كيدايره تبارك الله. غير هو بغيت نشير لواحد المساله، هو انه زيت الارغان عباد الله راه كيتعتبر واقي من الشمس، داكشي علاش كيستعملوه في الكريم ديال سان سكاين للوقايه من الشمس، كيستعملوه في بزاف ديال الكريمات ديال الوقايه من الشمس، لان شي وحده كديرها تلقى في الكريم زيت ارغان حط هذا الكريم هذا زيت ارغان غادي تجبد ليا الشمس. زيت الارغان كترد الشمس، عندكم زيت الارغان وزيت الجنجلان كيردوا الشمس، كيتعتبروا زيوت واقيه من اشعه الشمس، وبالخصوص هذا زيت الارغان. والناس النساء ديال سوسه ما تيديروا حتى حاجه، تيديروا غير زيت الارغان والصابون وجههم تبارك الله هكا وشعرهم. ودابا غادي نتكلم على زيت اللوز الحلو. هذا زيت اللوز الحلو خصني نهضر عليه حتى هو بزاف لانه مهم بزاف، وكاينين بعض المعلومات اللي ما كيعرفوهاش بزاف الناس، وبحثت عليه مزيان مزيان، واصلا كانت عندي معلومات مسبقه عليه بحكم انني في الدومين ديال الصيدليه. فزيت اللوز الحلو الفرق ما بينه وبين زيت اللوز المر، هاد الفرق باش تعرفوه هو الفرق فقط غير في الشجره، يعني الشجره ديال اللوز الحلو ماشي هي الشجره ديال اللوز المر، كل وحده بوحدها. والناس اللي متخصصين في هذا المجال ديال الزراعه كيعرفوا شنو هي شجره اللوز الحلو وشنو هي شجره اللوز المر، هذا هو الفرق اللي كاين. وزيت اللوز الحلو كيتستعمل الاطفال الصغار، كيتستعمل البشره ما تخافيش منه، كيتستعمل المراه الحامل، المراه الحامله تستعمل زيت اللوز الحلو ما فيها حتى شي ضرر، غير ما يكونش شي زيت اللي مخلط بشي مواد اللي تكون كيميائيه وضاره او لا فيها شي مواد بحال فيتامين ا يخلطوا مع فيتامين ا، وهذا تما تتولي خطوره، لان لا فيتامين ا الى ارتفعت في الجسم تاع المراه الحامل او لا استهلكاتها بكثره ممكن تسبب لها في اجهاض الجنين واخا هي غير فيتامين. المهم زيت اللوز الحلو كما قلت لكم هذا كيستعملوه الاطفال الصغار في لافارماسي، كيعطيوه للدري الصغير اللي كيكون كيتزاد كيكون فيه واحد القشره تتكون ليه في الفروه ديال الراس ديالو، تتبدا تقشر ليه الفروه ديال الراس ديالو. المهم بيبي صغير تيعطيوه زيت اللوز الحلو لانه زيت امن جدا. المراه ملي تتكون حامله وما تتبغيش انه يكونوا فيها دوك التشققات اللي تتكون في البطن بسبب الانتفاخ ديال البطن مع الحباله وهذا، كتبدا تبان واحد الخطوط حمراء وبيضاء وتشققات، فكيعطيوها زيت اللوز الحلو. كيقول لها لو فارماسيان او لا الا كانت هي من الناس اللي عندهم، كما قلت لكم ممكن تستعملي الفروه ديال الراس ديال الطفل، تستعملوا المراه الحامل التشققات ديال البطن، ولكن تستعملوا يوميا تبقى دهن به البطن ديالها فتره الحمل كامله،
فاش كدوز الحمل ما كتبقى ما كتكون عندها حتى شي تشققه ولا حتى شي حاجه. الا كانت كدهن زيت اللوز الحلو، هو نورمالمون اي زيت غادي يدير ليها نفس الفعاليه، غير هو كاينين بعض انواع الزيوت اللي كيكونوا صعاب بالنسبه للمراه الحامل. داك البايو اول اللي كنت هضرت عليه في القناه وقلت لكم انه هو زوين كيحيد التشققات فعلا، ولكن صعيب بالنسبه للمراه الحامل لانه فيه نسبه عاليه ديال لا فيتامين ا، ولا فيتامين ا الا خداها الجسم المراه بنسبه عاليه، وخصوصا انها ديرها على البطن ديالها غادي تدخل غادي تصل الجلد للداخل، فتقدر تسبب ليها في تشوه الجنين. اما بالنسبه للناس العاديين فكيقولوا على انه فيه ديك لابوكسالين ضاره، ولكن فاش عاود تقلبت لقيت انه كيقولوا ما كاين حتى شي دراسه اللي كتقول انها ضاره. المهم كل واش كيقول بالنسبه للناس العاديين ماشي مشكل. المهم دونك هذا تستعملوه المراه الحامل، استعملوه البنات للوجه ديالهم، فهو كيفتح البشره، زوين بالنسبه للشعر، كيرطب وكيقوي الشعر، كيساعد في هذا في تجديد البشره، كيحتوي على لا فيتامين او ولا فيتامين اف، وما فيتامينات اللي زوينين بزاف بالنسبه لهادو التصبغات اللي تتكون في الجلد، دوك لي طاش ديال الحبوب وهذا. ولكن الواحد يطول فيه مده، يعني استعملوا كل ليله، ما تخرجش به للشمس بعد هذه المعلومه، هذا ما تخرجوش به للشمس، هو لا يعتبر واقي من الشمس. والان غادي نتكلم لكم على زيت الخروع اللي داير مشكله هاد اليامات واللي كلشي كيحضر منه، وفعلا عندهم الحق. درت فيديو في القناة حضرت من زيت الخروع ووريتكم واحد البنت اللي أصيبت بالعمى، هذيك البنت في أمريكا وفعلا أصيبت بالعمى، راه حطيت لكم الرابط ديال البلوغ ديالها والتجربة ديالها كتحكيها في البلوغ ديالها أسفل ذاك الفيديو اللي حطيت في صندوق الوصف. زيت الخروع هو واحد الزيت اللي عنده فوائد وبالمقابل عنده أضرار، يعني 50% عنده ديال الفوائد فيه و 50% بالمقابل ديال الاضرار فيه، واضرار اللي هي صعيبه بزاف، خصوصا الا تستعمل بطريقه اللي هي غلطه، اما الا تستعمل بطريقه صحيحه فماشي مشكل. بالنسبه للطريقه باش خاص تستعمليه، فهو هذا الزيت هذا خصك ممكن ديريه للشعر، زيت الخروع فهو كينبت الشعر وكيرطبو، ولكن ممنوع مانعا كليا ديريه داخل العين، يعني الا درتيه لشفارك ودخل لك العين فيقدر يعني وبقيتي كتداومي عليه واحد المده يعني ممكن يسبب لك في العمى، الله يحفظ، تفقدي البصر ديالك. بعض الناس كيستعملوه وكيشربوه باش انهم يدير لهم الاسهال، كيكون فيهم القبض وكيستعملوا زيت الخروع باش يدير لهم الاسهال. هذا الشيء معروف طبيا شحال هادي انه فعلا زيت الخروع كيدير الاسهال وكيحيد القبض بسرعه كبيره، ولكن مؤخرا في الدول الاوروبيه راه صافي الدول الاوروبيه دابا عندهم الناس كاملين، يعني الاغلبيه كتكون عنده هذه المعلومه وعارفين هاد ان زيت الخروع راه خطير للاستعمال الداخلي، ممنوع منعا كليا انك تشربيه، يقدر يسبب في الموت كاع الله يحفظ، كيسبب حتى في الموت. وراه هضرت عليه في ديك لا فيديو، رجعوا باش تعرفوا جميع المعلومات على هذا الزيت هذا، يعني واخا انه كينبت شعر كينبت شفار كينبت حجبان، ولكن كيقدر يسبب لك العمى الله يحفظ، ويقدر يسبب لك في الموت الا شربتي. وبعض الناس اللي كيمشيو عند هذوك الناس اللي كيحيدوا التوكال راه كيستعملوا زيت الخروع، طبعا هما ماشي ما كاينش واحد اللي كيبغي يضر شي واحد، طبعا هادشي جهلا منهم باش كيستعملوه، عندهم ديك الحاجه ديال ان زيت الخروع كيدير الاسهال وكيساعد في ان السيده ترد وتقيه، داكشي علاش كيستعملوه، زعما كيقولوا كيغسل المصار، ولكن راه يقدر يسبب الله يحفظ في الموت ديال الشخص، لهذا احذروا منه احذروا منه. ايضا غادي دابا نهضر على زيت جوز الهند، وهو زيت اللي غني عن التعريف، كما قلت لكم الزيت المقلد راه كيكون سايل، والزيت الحقيقي اللي ما مزورش ديال جوز الهند ها هو جوز الهند، فهو تيكون قاسح، يعني الا بغيتي غير تستعمليه خصك تذوبيه، الا ما كنتي حاطاه في حدا شي حراره ولا شي فران ولا هذا ما كيذوبش. دونك ديما الا لقيتو الزيت قاسح استعملوه، لقيتوه سايل فعرفوا انه غير مزور. هو هذا الزيت هذا غني بلا فيتامين او بزاف، ولا فيتامين ك ولا فيتامين بي ولا فيتامين ا. لا فيتامين او عرفتوا الفوائد ديالها هضرت عليها، لا فيتامين ك ولا فيتامين بي فيتامينات اللي كتغذي البشره، فيتامينات اللي كتحفز الكولاجين في الجلد، فيتامينات اللي زوينه بزاف بالنسبه للبشره حتى بالنسبه للشعر. لا فيتامين بي، لا فيتامين ا هي واحد لا فيتامين اللي مضاد للاكسده وكيساعد في ازاله التصبغات والهالات السوداء بالضبط، دونك هذا كيزول الطبايع من الوجه الا استعملتيه بطبيعه الحال استعمال مستمر، يعني يوميا وتبعتيه واحد المده اللي هي يعني شهر 3 شهور عاد
كتبان نتيجه كامله مكموله. كيرطب البشره من الاستعمال الاول كيعطي الترطيب، كيبان المفعول ديال الترطيب، وكيطول الشعر ايضا وكيرطبو، كيساعد في علاج الهالات السوداء بالنسبه ليا مهمه بزاف عندك هو وزبده الشيا، فكيساعدوا في علاج الهالات السوداء، ولكن تستعمليه بشكل يومي وما كتخرجيش به للشمس ايضا، هو لا يعتبر واقي من الشمس. طريقه الاستعمال ديالو، ديري في شويه الماء سخون ماشي طايب لان هذه الدجاج تقدر تهرس، ديري في شويه الماء سخون هي باش يذوب هذا الزيت، ومن بعد كتستعمليه وتقدري تستعمليه في وصفه طبيعيه وبزاف ديال الحوايج. المهم بالنسبه للوصفات فغادي نحاول انني ندير شي فيديو اللي غادي نستعمل فيه هذه المنتوجات في وصفات، لان بعض الناس كي يفضلوا انهم يستعملوا الوصفات بدل هذا الشيء ديال سميتو، يعني كيبغيو يدخلوا هذه المنتوجات في وصفات طبيعيه. والان غادي نتكلم على هاد لي لانجات اللي هما لانجات طبيين ديال ماركه بروفيتال، لان غسيل فيتا والاخرين شويه جاوني غاليين، ما عرفتش المهم واش هذاك اللي غلاهم ولا المهم جاوني غاليين، هذه جاتني رخيصه في الثمن وفي نفس الوقت طبيه، ما فيهاش البارابين اللي هو ماده مسرطنه اللي معروفه عند الناس كاملين انها مسرطنه، ما فيهاش الفينوكسيتانول اللي هي ماده اللي كتقدر تسبب حساسيه خصوصا للاطفال، ما دايرينهاش فيها لان هاد لي لانجات صالحين لي بيبي اطفال صغار ولي مامون، يعني تستعملهم المراه ويستعملهم حتى الاطفال، وما فيهاش الكول وما فيهاش العطور، يعني زوينين بزاف. والثمن ديالهم تخيلوا معايا الثمن ديالهم فاش باش عرفت الثمن، لان دوك الاخرين ديال كاينين اللي لانجيت ديال ميستيلا ديال الدراري الصغار ديال ميستيلا دايرين شي 125 درهم اللي قال لي، هذه الثمن ديالها 20 درهم في البارا فارماسي، بالنسبه لا فارماسي يمكن غادي تلقاوها بقل من هذا الثمن هذا بكثر من هذا الثمن هذا، لان لان لا فارماسي ديما الاثمنه الفوق الفوق ديال هذا الشيء لانه ماشي تخصص ديالهم. المهم راه الثمن ديالهم 20 درهم وغتلقاوهم لي بارا فارماسي، ممكن تستعمليهم لولدك الصغير الطفل ديالك، وممكن تستعمليهم حتى انتيا بالنسبه ليك. وديال لامارك بروفيتال غادي تلقاوها في اي صيدليه مشيتو ليها، وممكن تقداوها حتى من ديك الصيدليه اللي موالفه كنتقدا منها انا، المهم اللي بغيتو اللي حداها شي بارا فارماسي تمشي ليها. ودابا غادي نتكلم على هاد العطور هادو، هاد العطور هادو خديتهم من عند بوتيك بارفان. علاش خديت هاد العطور هادو وعلاش هما بهذا الشكل هذا؟ هاد العطور هادو هما عطور اللي هما فري ماشي مزورين، دوك الفري شانيل وإيبنوز، انا اختاريت هاد الجوج هادو لان بغيت نجرب هاد الجوج هادو. المهم هاد شانيل هادي كنسمع بانها مزيانه بزاف، داكشي علاش اختاريت شانيل وإيبنوز، هي اختاريتها هكا اختاريتها هكا. المهم هي كتبيع عطور بصفه عامه، عندها بوتيك اللي كتبيع عطور وهي يوتيوبرز، غادي نخلي لكم رابط ديال القناه ديالها اسفل الفيديو، غادي نخلي لكم حتى لاباج انستغرام ديالها باش تشوفوا داكشي اللي عندها وتشوفوا الاشكال العطور اللي عندها. علاش كتبيع هاد العطور هادو؟ لان هاد النوع ديال العطور هذا شانيل، المهم عندها بزاف ديال الانواع من غير هادو، انا خديت هادو باش نجرب الريحه ديالهم كي دايره. كيكون عطور اللي هما حقيقيين، وبلاصه ما تمشي تاخدي قرعه كبيره ديال شانيل ب 500 درهم اولا 600 درهم، لان دوك العطور الحقيقيه تيكون ثمنهم غالي بزاف، كتاخدي هذه صغيره وكتجربيها كتاخديها بثمن باش خديتها 130 درهم، كتجربيها الى عجباتك عجبك العطر ديالها والريحه ديالها كتزعمي انك تاخدي الكبيره، الى ما عجباتكش فكيكون الضرر الاقل، لان خديتيها غير 130 درهم، يعني ولو ان 130 درهم ما سهلاش المهم كيكون الضرر الاقل قل من ماشي بحال خديتي عطر ب 600 درهم وفي الاخر ترشي وتلقاي ريحته ما عجباتكش فكتضيعي في 600 درهم كلها. دونك المهم هذا جربته عجبني بزاف، ريحته دايره شانيل، ريحته كتكون خفيفه، وهو راه او دو بارفان ماشي او دو تواليت وماشي او دو كولون، هو او دو بارفان. المهم الريحه ديالو انا عجبتني زوين بزاف، الصنع ديال باريس، الريحه غزاله 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 بزاف، نوريكم كي داير من الداخل كيفاش كيكونوا من الداخل، هكا تيكونوا من الداخل، راه فيهم النمارين نمره 5 وفيهم النمره ريحه شانيل فيها نماري. المهم الريحه ديالها واعره وكتشميها تقريبا الريحه ديالها كتبقى كدوزي من شي بلاصه كتبقى ريحتك فيها، الصراحه زوين 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 بزاف، انا عجبني هذا النوع هذا بزاف، وحتى هذا زوين بالنسبه للناس، هذا عجب الماما بزاف، انا عجبني هذا وهذا عجب الماما، هذا ريحته شويه بحال قويه شي شويه
شويه قويه، حتى هو الصنع ديال باريس، وحتى هو او دو بارفان، وحتى هو اوريجينال ماشي مزور. غادي المهم نخلي لكم لاباج انستغرام ديالها ولا باج فيسبوك ديالها وكاع داكشي والقناه ديالها باش تشوفوا. الثمن ديالها 130 درهم. بالنسبه للبنات اللي جاتهم غاليه دخلوا عندها قولي لها قالت لكم حنان نقصي لينا باش نقص لكم باش نقص لكم في الثمن، لانني قلت لها غادي نوري للبنات هذوك العطر اللي خديت من عندك لانهم عجبوني الصراحه، خصوصا هاد الشانيل هادي النمره 5 وهادي ايبنوز، هادي سميتها ايبنوز باش تعرفوا السميات. باش الا بغيتوا داكشي تاخذوه بثمن اللي هو هابط قولوا ليها راه حنا من عند حنان قناه ديال حنان، وغادي تخلي لكم داكشي تنقص لكم شويه في الثمن. واخيرا ساليت هذا الفيديو هذا الطويله ويلي 27 دقيقه. المهم نتوما اللي قلتوا لي ديري كلشي في فيديو واحد، هاني درت لكم كلشي في فيديو واحد، نتوما عرفتوني انا اللي مشيت نهضر لكم على شي حاجه كنجبد لكم الثمن والاصل والفصل. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، الى عجبكم الفيديو بهذه الطريقه هذه فحاولوا انكم تضغطوا على زر اللايك اسفل الفيديو باش تشجعوني. لايك راه ما كنتخلصوا عليه ما والو، حنا كنتخلصوا على المشاهده تاع عباد الله، ما كنتخلصوش على لايك. درتي لايك اولا ديزلايك فهذاك رايي الشخصي، مي الا درتي لايك انا هذاك الشيء كيشجعني وكنعرف ان هذا الفيديو عجبهم وكنعاود ندير بحالو، هذا الشيء هذا هو المستفاد فقط. وإلا كنتي أول مرة كتشوفي هذه القناة هذه فحاولي أنك تشتركي في القناة. وبسلامة عليكم في فيديو آخر إن شاء الله.